أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله الصلاة الصلاة في بيوتكم الله أكبر الله أكبر لا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أشهد أن لا
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا وعناء وألم، وعندما تضيق بالإنسان الكروب
وتحيط به الشدائد، فلا بد له من سبيل يخرج به من ذلك الضيق وينال به فرجا. أيها المؤمنون، اعلموا أن التقوى الله سبحانه وتعالى هي رأس الأمر، وبها تحل الكرب، وبها يخرج الإنسان من الضيق. قال تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا. وأكثر كذلك من الاستغفار، فالاستغفار فرج من كل هم، وما أكثر الذنوب والخطايا فلنقابلها بالاستغفار والتوبة. فبالاستغفار يزال الغم والهم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لزم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ورزقه من حيث لا يحتسب. الله واظب على الاستغفار ولازموه، فإن الله سبحانه وتعالى يجعل لكم به من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا. أيها المؤمنون، إن من أعظم ما تفرج به الكربات اللجوء إلى الله عز وجل بالدعاء، فالدعاء أقوى ما تقابل به المصائب والمحن، وأفضل ما تنال به المطالب، والدعاء هو العبادة. قال تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. وقال في موضع آخر: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. لقد قلت ما قلت، إن كان صوابا فمن الله، وإن كان خطأ فمن نفسي والشيطان، فاستغفر الله إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، واعلموا أننا قد دخلنا في شهر شعبان المبارك. وهذا الشهر، أو مع دخول هذا الشهر، يبدأ العد التنازلي لشهر رمضان المبارك. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يبلغنا شهر رمضان وقد زال عن البشرية هذا الوباء. روي عن أسامة بن زيد رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، لم أرك تصوم من الشهور ما تصوم من شعبان. فقال: ذاك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان، وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين، فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. فلا تغفلوا عن العبادة في هذا الشهر العظيم، واغتنموه، وبادروا لقضاء ما عليكم من صيام، وذكروا أهلكم وأحبابكم. فقضاء الصيام واجب، وهو دين لله عز وجل، ودين الله أحق أن يقضى. ثم اعلموا عباد الله أن السنة كسفينة نوح، من ركبها نجا، ومن تخلف عنها هلك. وفيها الكفاية من العبادات والقربات بإذن الله. فأكثروا من الصيام والعمل الصالح في هذا الشهر العظيم، ولا تغفلوا.
لنا في رسول الله أسوة حسنة. أيها المؤمنون، إن الأيام تمر والصحائف تطوى والأعمال ترفع، فلنستيقظ من الغفلة ولنقترب من ربنا سبحانه وتعالى ولنتضرع لزوال هذه الكربة. أيها المؤمنون، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد ما دامت السماوات والأرض. اللهم أحينا على سنته وأمتنا على ملته، واحشرنا يوم القيامة في زمرته وتحت لوائه، وأسقنا من يده الشريفة شربة هنيئة مليئة لا نظمأ بعدها أبدا. وارض اللهم عن الصحابة الكرام، عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن الصحابة أجمعين، وعن التابعين والتابعين لهم، وعنا معهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا، يا رحمن يا رحيم. اللهم إنا نستغفرك من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك. اللهم إنا نستغفرك من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك. اللهم إنا نستغفرك من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك. اللهم اجعل بلدتنا هذه آمنة مطمئنة، وسائر البلاد يا أكرم الأكرمين. اللهم احفظنا جميعا من شر الأوبئة والآفات والأمراض. اللهم احفظنا واحفظ أهلنا وأحبابنا وإخواننا وأخواتنا وجيراننا وأهل بلدتنا، واحفظنا جميعا بما تحفظ به عبادك الصالحين. اللهم بارك لنا في شهر شعبان، وبلغنا رمضان لا فاقدين ولا مفقودين، ونحن في أحسن حال يا أكرم الأكرمين. اللهم سلمنا لرمضان وسلمه لنا وتسلمه منا متقبلا يا ذا الفضل العظيم. اللهم أعد لدور العبادة هيبتها، وأعد للمساجد جمالها يا رحمن يا رحيم. يا رب أيقظنا ونحن قد تركنا وقد زال عنا هذا الوباء برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا تدع لنا في هذا المقام ذنبا إلا غفرته، ولا دينا إلا قضيته، ولا هما إلا فرجته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، يا عزيز يا غفار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. وأقم الصلاة يرحمني الله وإياكم. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. استقيموا أحبكم الله، استقيموا أعتدلوا، أثابنا وأثابكم الله. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
بسم الله الرحمن الرحيم. سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع من الله ذي المعارج تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة فاصبر صبرا جميلا إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا يوم تكون السماء كالمهل وتكون الجبال كالعهن ولا يسأل حميم حميما يبصرونهم يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه كلا إنها لظى نزاعة للشوى تدعو من أدبر وتولى وجمع سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون والذين في أموالهم حق معلوم سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله الله أكبر السلام